افتوا لي جيدا. هذا المؤشر أعزائي أريد أن أبدأ به ببعض المقدمات أو الأصول الكلامية. هذا الذي أقول بأن هذه القضية تستحق كما أشرت بالأمس إلى أن تكون درسا في حوزاتنا العلمية. كيف أنه لا تنقض اليقين بالشك؟ تبحث في حوزاتنا العلمية 5 سنوات وعشر سنوات، والحادثة الحسينية لا تستحق أن الطالب يدرسها علميا سنة واحدة في الحوزة العلمية. بينكم من الإنصاف هذا؟ كل شيء لك طاهر. اللباس المشكوك تبحث فيها 35 سنة مولانا، وتكتب عشرات الرسائل بل عشرات الكتب، وهذه الحادثة لا تستحق أن تدرس في حوزاتنا العلمية. هذا الجفاء الذي أقوله لا فقط للقضية الحسينية، لكل تاريخنا، لكل سيرة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة، لسيرة النبي صلى الله عليه وآله. الآن ما الذي يوجد عندنا من سيرة النبي؟ ليس بحثي أعزائي، ولكن أريد أن تكونوا في الصورة. أهم كتاب في السيرة النبوية أي كتاب أعزائي؟ ها؟ سيرة ابن هشام بعد ملا؟ عندكم كتاب آخر أهم من وأقدم من سيرة ابن هشام؟ ومكل من كتب محوره سيرة ماذا؟ سيرة ابن هشام. واضح أعزائي، هاي مقدمة احفظوا ليها. سيرة ماذا؟ ابن هشام. ابن هشام مولانا هذه سيرته هو مؤلفها ومصنفها؟ الجواب كلا أعزائي، هذه مدونات ابن إسحاق. أعزائي هذا الاصطلاح احفظوا لي، في القرن الأول إلى أواسط القرن الثاني يوجد اصطلاحان، اصطلاح التدوين واصطلاح التصنيف. التدوين غير ماذا؟ التصنيف. ما هو التدوين؟ التدوين بحسب الاصطلاح السابق أن العالم كان يجلس ما يسمعه، ما ينقل إليه، ما يأتي إلى ذهنه يدونه كمذكرات عنده ملا، لا لكتاب يؤلفه حتى ينشره، لا 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 أبدا، مذكرات مثل هذه. الآن أنا أجلس عندما أأتي إلى البحث أجلس وماذا أفعل؟ أكتب ما أريد أن ألقيه على طلبتي وتلامذتي. هذه ماذا كان يصطلح عليه هناك في ذلك الزمان؟ بالتدوين. بالتدوين. ولهذا لا بي مقدمة لا بي مؤخرة لا بي فصول لا أبدا، مجموعة مذكرات. عند ذلك كان يأتي المدون ويجلس في مجالس الدرس ويلقي ما دونه سماعا، فيسمع منه فيدونون أيضا. ما أدري واضح صار؟ أما التصنيف ماذا كان؟ التصنيف لا، أن تجلس في البيت وتبدأ بكتابة ماذا؟ شنو؟ كتاب من خلال مدوناتك أو من خلال معلوماتك أو اجتهاداتك، ولا تلقيه على أحد، وإنما تهيئه ثم تعطي للطابع يطبعه حتى ينشره. أعزائي أول كتاب مصنف في تاريخ الإسلام هو كتاب الكتاب لابن سيبويه مولى، وقبله لا يوجد عندنا نحن كتاب مصنف. نعم توجد ماذا؟ ماذا؟ مدونات. ابن إسحاق كان يوجد عنده ماذا؟ مدونات عن تاريخ من؟ عن تاريخ النبي، سيرة النبي، حروب النبي. ابن هشام أخذ هذه المدونات أضاف وأنقص وألف ماذا؟ سيرة ماذا؟ سيرة ابن هشام. خلي ذهنك يمي، سؤال، هذا ابن إسحاق مدوناته من أين جاء بها؟ يعني هو لم يعاصر النبي
وتاريخ النبي حتى ماذا؟ يكتب ما شاهده. أعزائي أخذها من الزهري. الزهري من هو؟ تعرفونه ولا؟ أحد أكبر أعلام الأمويين تنظيرا وتأسيسا للمنهج الأموي. فالسيرة النبوية التي بأيدينا هي بقراءة ماذا؟ ها؟ بقراءة أموية محضة. بس إذا صار وقت مولانا أجيب لكم مصادر هذا الكلام. يقول لي يعني إحنا الذين أقول بيني وبين الله حسد، يقول لي سيرة النبي إذن ماذا كانت؟ أقول والله إن شاء الله هذا لابد نجلس في الحوزات العلمية ونتعرف أنه من خلال القرآن، من خلال بعض شواهد كلمات أهل البيت، من خلال مصادر أخرى إلى آخره. تقول لي سيدنا، ملاحظة سيدنا، أشوف ما جبت كتاب سليم بن قيس. الجواب لأنه أنا لا لست معتقدا بكتاب سليم بن قيس، لأنه لا أعتقد بوجود كتاب اسمه ماذا؟ كتاب سليم. هسا البعض الآن في الآونة الأخيرة البعض يشكك حتى في وجود ماذا؟ شخصية سليم بن قيس. يقول شخصية وهمية أصلا لا واقع لها. ذاك بحث آخر، الآن مو بحثي هذا، واضح صار أعزائي.